ثم شيء يلذ لي ويطيب على نفسي، وهو أن الله تعالى يظهر رضاه عن هؤلاء المشهود لهم، ولا سيما عندما يضيفهم سبحانه إلى نفسه، يقول كيف تركتم عبادي. ما قال كيف تركتم أولئك ولا هؤلاء ولا كيف تركتم عبادي. شديك لي أتمع حقيقة بأن تكتب بنور البصر، ينسبك الله تعالى بها إلى نفسه ويضيفك إليه. وهذا هذا هذا هذه عبادي أدركها الناس، تركوها، علموا أنها سبب لفخر لا نظير له. افخر بما شئت، لن تؤتى شيئا تفخر به وتكون حقيقا بأن تفخر كإيتائك هذه، أنك أضفت أدخلت سلكت في هؤلاء عبادي. ولهذا أحسن القاضي عياض رحمه الله عليه الرحمات المتجددات لما قال: ومما زادني شرفا وعزا وكدت بأخمصي أطأ الثريا. الأخمص بطن القدم أسفل الرجل، هذا هو الأخمص. الثريا هذا نجم عالي في السماء، كاد هو بأخمصه بأسفل رجله يطأ الثريا. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصه أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم.